للعراق في حينها والرئيس العراقي في حينها عنده نوايا لصنع مفاعل ذري وقنبلة ذرية؟ ما أعتقد هذا الانطباع صحيح، لأن أني من نقلت شهر الثامن 1976 الطاقة الذرية، وتدريجيا بديت أتعرف على تفاصيل العمل. لم يكن هناك أي توجيه أو طلب لأن نتوجه للبحث أو العمل فعلا على السلاح النووي، ما كان موجود. يعني أنا كنت في قلب الموضوع وما كان هذا موجود. يعني اللي الزناد موضوع التوجه إلى السلاح النووي هي الضربة الإسرائيلية، ولربما هذا تقصد يعني بعد أن انضرب المفاعل العراق بدأ يفكر أولا أن يطلع خارج التويثة، لأن بعد إحنا ويا كل الشفافية. لا يعني تقصد أنه بعد أن قامت إسرائيل بضرب المفاعل النووي العراقي، بدأ العراقي يفكر بإنشاء مفاعل؟ لا، بالحقيقة إنشاء فعاليات تؤدي إلى تخصيب اليورانيوم. زين، خلي هاي حتى يكون واضح للكل أنه السلاح النووي هو عبارة عن جزئين: المادة اللي هي تخصيب اليورانيوم، ولازم تكون أكثر من 90% موجودة بالطبيعة 7 بالألف، اليورانيوم 235، والأمر الآخر اللي هو الجهاز نفسه، جهاز التفجير، المهمتين بنفس التعقيد تقريبا. فإحنا من وراء الضربة الإسرائيلية كان التوجه إلى أن نأسس ونعمل على تخصيب اليورانيوم، ما كان التوجه أن نروح نسوي الآلة. هذه جتي فيما بعد، الآلة جتي فيما بعد، بس التوجه صار بعد الضربة الإسرائيلية أن نروح نحقق تخصيب اليورانيوم، مو عبر المفاعلات، عبر طرق أخرى ممكن إحنا اللي رحنا عليها الكهرومغناطيسي. وهكذا يعني بدأ العمل وذهبنا خارج التويثة. ليش؟ لسبب واضح، لأنه إحنا كنا في التويثة وشفافين، والوكالة تشرف علينا، وكالة دولية الطاقة الذرية، وضربنا أدوانا، فمعناته لن يحمينا شيء سوى أن نتخفى. بس عام 1979 نعم جرت عملية لإعادة معالجة الوقود ما أعلمت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا، هذا أنت تحكي على المختبر الإيطالي. إحنا هذا المختبر الإيطالي اشتريناه بمعلومات من الحكومة الإيطالية. يعني شلون بمعلومات؟ الحكومة الإيطالية بعلمها قصدك؟ بعلمها طبعا. زين، يعني الشراء أصولي وحسب الأصول، وكان هو يعني الموافقة مع الحكومة الإيطالية واشتريناه. والحكومة الإيطالية هي جزء من يعني الاتحاد الأوروبي اللي صار بعدين أو كان موجود في ذلك الحين، وما لا غبار على ذلك. يعني احنا لان هذا المختبر هو شيء كلش بسيط ويشتغل بمقادير كلش ضئيله، فما كان في تقديرنا ذاك الوقت ان نبلغ الوكاله، ما كان اكو الى داعي، وحكومه غربيه موافقه عليه، فمعناته هي من واجباتها ايضا، مو بس من واجباتنا، اذا رأت في ذلك ضروره ان تبلغ الوكاله الدوليه، وهي كذلك لم تبلغ الوكاله الدوليه. يعني ما الامر جرى عمدا ان تخفون الأمر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لا، ما كان عمدا، وإنما كان اعتباره على أساس هو المقادير كلش ضئيلة، وباعتبار أنه الحكومة الإيطالية على اطلاع على هذا الموضوع تم شرائه.